قانونيا الا كانت هذه الصفقه تمرت قانون الصفقات راه واضح، خص يعني تكون صفقة عموميه، هذا هو قانون الصفقات. وبالتالي الا كانت هذه الصفقه دازت تحت القناة او لا تحت شي قادوس يقولوها لنا، وبالتالي حنا عملنا مجهودات جباره من اجل يعني بزات ضغوطات باللايفات والكتابات ديال المسؤوله دافعنا على هذه الرئه ديال العرائش اللي عندها تاريخ، اللي هي غابه ولاده، اللي كان هنا يعني حنا الاجداد ديالنا تربوا في هذه الغابه هذه ودافعنا عليها. وعملنا كان عندي انا شخصيا لقاء مع مباشر مع راديو اصوات، والحمد لله جبنا ميزانيه وكانت تهيئه. وبالتالي نفاجئ اليوم بدون موجب شرع ولا قانون بالفوضى، الناس هادو يجيو يفوتوا جوج الملاعب. واحد السيد كيما قال المناضل والرفيق دريس محبوب على انه ملي كتهضر معاه انا جبت ورق من الرباط، وسير ديرو في الرباط اخويا، هذه العرايش عندها مواليها، سير ديرو في الرباط، علاش ديرو في العرايش اسيدي؟ حنا بالنسبه لينا نستنكر اولا الطريقه اللي مرت بها الصفقه، ثانيا العلامه المشروع فين هي؟ حط يا خويا العلامه ديال المشروع باش عرف شنو كاينه وشكون جا اللي عطاتك التحايل والتدليس، عرفوا وين كيجيبوا المعلومه. ثانيا هاد القدميه وهاد القياد اللي فين هي السلطه؟ القائد المسؤول على هذه المنطقه. اي فين هو سيدي؟ حنا دائما قلنا دائما السجن لا يرهبنا، حنا دائما مستعدين، لاننا الان الدم ديالنا تجري فيه العرائش وتجري فيه الكسوس، الاجداد ديالنا حنا نستنكر هذا العمل هذا. وبالتالي حنا كابناء المدينه راه ما يجيش واحد يقول الشكاره باش يدي 2000 درهم في النهار. يعني بالنسبه للكلب هذا تاريخ، تاريخ عريق ومتنفس مقيدين ديال الرياضه سنين وسنين كما قال الصديق البعيد. دابا خص باش تدخل لبيكا خصك تقطع الورقه. علق لي يا سيدي، شوف هذه خصاصه ممنهجه، وبالتالي الناس اللي طاو التراخيص كنقولوا لهم راه هادشي غيوقف، راه كاين وقفات، كاين مراسلات، راه ما يمكنش يمرمروا الكرام للعرائش رجال صدق الله ما عادوا، ويسمع اللي يسمع واللي بغى يسمع يسمع. انا ما كنخافوش خي مصطفى من المنبر ديالي وهذا المباشر، انا هذه الفوضى والعبس، قمه ديال الفوضى وقمه ديال العبس. دائما كنا كنقولوا في ما يكونش مشروع حطوا لنا البلاكه ديال المشروع، وشكون مول الصفقه وشكون اللي دا والاسم وشكون اللي عيبني وشكون اللي يعدل. حتى السلطات، حتى المقدم ماشي الخبر ديالو، حتى القايد ماشي الخبر ديالو. هادشي هذا خاصك تعرف بحال داكشي اللي وقع في طنجه، معمل قالك ما فخبروش كاين داك المعمل وما تشوف فيهم الجميع. لهذا كنهضروا مع السيد العامل بانه يتحمل المسؤوليه ديالو، المسؤوليه ديالو التاريخيه. ما وقفش هنا، انا بالنسبه لي كنشكرك، لان اذا كان هاد السلطه ما عندهاش الخبر، المناضلين عندهم الخبر، وبالتالي ما عيطتيش من المكتب ديالي، لان هذا يؤرقني ويدمي قلبي. وبالتالي نرفض هاد الفوضى، نرفض هاد الحرب، نرفض هاد العشوائيه في الصفقات، نرفض هاد عدم احترام القانون، نرفض اقتصاد الريع، ونحاسب وسوف نتحاسب على منحة الترخيص هذا بهذه الطريقه اللي هي تحت القادوس او لا تحت اللكب. كنرفضوها، كاين وقفات، كاين مراسلات، وهادشي راه غادي يمشي بعيد. وتحيه لجميع شرفاء العالم. كنظن واحد الحاجه بان جوج ديال الكامبوس عيجيو فوت الشجر، كنظن بان غدا ولا بدو غيقطعوا الشجر بطبيعه الحال، خصهم يمشيو للفران باش يجلسوا. اذا هنايا جوج ديال المجتمع المدني، الجمعيات الحقوقيه والسياسيه، الجمعيات ديال الرياضيه والجمعيه ديال اللي مهتمه بالبيئه، خصها تتحمل المسؤوليه ديالها وتدافع على هذا المرفق هذا بانه المتنافس. عندي واحد نقطه اضافه الاخ، هذا حوار مزيان. عندي واحد الاضافه الوحيد، لاحظت مؤخرا هذه السنه الاخيره كاينه كائنات غريبه ظهرت في العرايش، ما عرفتي منين جاها. هذا كيدي الرايا، هذا كيدي الغابه، المناضلين كيناضلوا باش كيعدوا المدينه ديالهم، انت تفاجئ بكائنات غريبه ذات وجوه غريبه ذات اشكال غريبه ذات سيارات غريبه ذات علاقات غريبه. كتجي كتقول انا هذه ديالي، هذه ديال الترخيص، مين جبتيه من الرباط، مين جبته كداشي اسيدي. نحن سواسية امام القانون، قلنا لك فوق الجميع. اليوم معاهم دابا استاذ ما كنمشيو، حنا جينا وقفنا قلنا شنو كاينه، كنتفاجئوا بان سيدي تقول لك حافظين لنا غير حنايا بحال اللي حنا نراقب المدينه. لا دورنا كمجتمع مدني وسياسي وحقوقي كامتداد الحركه الوطنيه الاصيله كشرفاء، كامتداد الحركه الوطنيه الاصيله وكشرفاء لن نسكت، وبالتالي هذا واجبنا.
هذا الدم الذي يؤرقنا، وبالتالي الرسالة التي نحملها اليوم هي رسالة نبيلة، هي رسالة تصب في صميم المصلحة العامة، الوطن أولا والمدينة ثانيا. وبالتالي احنا لو كنا كنعملوا شي عمل خارج وخارق القانون احنا مستعدين للمحاسبة، ما كنهربوش. ولكن كنقول لك صفقة دازت مخالفة القانون، صفقة ما فيهاش العمومية، دازت بشي جهة ماشي هي هذيك، كائنات غريبة سلطت علينا. طبعا كنحرقوها، كنحملوا مسؤولية كاملة المجلس البلدي والسلطات المحلية تحمل المسؤولية ديالها في هذا المصدر ولا هذا العمل اللي كيوقع في أمريكا، وحنا لهم بالمرصاد. تحية نضالية لجميع شرفاء العالم وشرفاء الوطن، ونحن بالمرصاد. وهذه بداية، راه كاين وقفات، كاين ندوات، كاين مراسلات، وبالتالي باش نشوفوا لا احنا بالنسبة لنا قدمنا الإعلام، راه كيسمع هذا اللايف، راه وصل للشابون، راه ما كيعرفوه. وتحية نضالية لجميع شرفاء الوطن أخرى بطبيعة الحال. شكرا للجميع، ويمكن كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام.